الدين اذا الانسان تمسك به هذا انسان مثالي يعيش سعيدا ويسعد الاخرين. ما فائدة الدين؟ فائدة الدين ثلاثة في الدنيا نلخصها. نأتي الى الشيء الثالث، الانسان المؤمن هو الذي لا يقتل الابرياء. الرسول الاعظم في حديث له يقول الايمان قيد الفتح، يعني انك اذا اردت ان تقتل انسانا تتذكر ايمانك يقيده، هذا الايمان ما يخليك تقتل ذاك. هل تأتمنون لانسان غير مؤمن ان تجعل معه زوجتك او بنتك او اختك؟ الايمان اذا فقد عن الانسان يعني انسان وحش هائل. التاجر المؤمن يخاف الله، العالم المؤمن يخاف الله، الخطيب المؤمن يخاف الله، الكاتب المؤمن يخاف الله، الموظف المؤمن يخاف الله، المدرس المؤمن يخاف الله. إني أخاف الله رب العالمين. الإيمان توجب الثقة. في الحقيقة الإيمان رأس كل الفضائل. الوفاء من الإيمان، الغيرة من الإيمان، حسن المعاملة من الإيمان، حسن التربية من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، صلة الرحم من الإيمان. نؤكد على الأصدقاء، أولاً أسكبوا الإيمان في أنفسكم، وكلما كان الإيمان أكثر فأنت أحسن. الشيء الثاني، أي صديق محبوب عندك من رجل أو امرأة أو قريب أو غريب فأسكب فيه الإيمان. إذا سكبنا الإيمان في المجتمعات وفي الشباب وفي الشابات يغير الإنسان إلى إنسان صالح متق عامل شريف وفي مجاهد.